وده معادنا مع فقرة السوشيال لاب اللي بنحلل من خلالها أكاونتس المشاهير وبنشوف استخداماتهم للسوشيال ميديا عاملة ازاي. الأغنية كانت من ضمن أحداث فيلم مستر اكس. تعالوا نبدأ من الانستجرام. بيتابع أحمد سعد 2,400,000 فولور، وهو عامل فولو لحوالي 258 أكاونت بس، ونشر لحد دلوقتي تقريباً 1,051 صورة وفيديو. لقينا أنه نشر أكتر من 100 صورة لحفلاته وبوسترز لأغانيه، وكمان نشر أكتر من 20 صورة ليه والجمهور بيتفاعل معاه وبيغني في حفلاته. وآخر فيديو نشره على الإنستجرام كان فيديو محمد صلاح في اليونان وهم بيغنوا أغنية إيه اليوم الحلو ده، والفيديو طبعاً اتصدر الترند على السوشيال ميديا لأيام كتيرة. من الإنستجرام نروح لفيسبوك. بيتابع أحمد سعد 5,000,000 وهو بيتابع 52 أكاونت. ونروح لقناته على اليوتيوب. بيتابع أحمد سعد 3,094,000 متابع، ونشر 143 فيديو لأعماله الغنائية. ومن أشهر أغانيه اللي حققت ملايين الفيوز طبعاً أغنية وسع وسع، حققت 199,000,000 فيو، وأغنية عليك يا عيون حققت 248,000,000 فيو، ويعرف حققت 33,000,000 فيو.